كان نشتغل في مصنع مرطبات. يوم من الأيام كنا في المصنع، الناس قاعدة يزعق علينا نطلع دغري، طلعنا ونقص في المصنع. كنا خايف وزعلان عشان المصنع كنا ساكنين فيه انقص الدور. رحت أطلع حاجة من حاجاتي، ما قدرت أطلع ولا شيء. بحبني كثير وبقدم معاه مسؤولية. عمري 22 سنة. شفته وقع من بدر من ضربة. خذي البراد يا انت نصيبة. واحدة واحدة شوية. كان وزع براد في سيارة انطبقوا. وشفت بعناية. شفته مكسوف ومقطع اكبر قطعة يكفي. أشوف أحلام مزعجة، ما أعرفش أنام، أشوف عم وأخويا، أبويا اسمه جعفر خضير وشغلته مزارع، بزرع خيار وبندورة وفلفل وبزرع نخية. الأرض عند الحدود على كيلو ونص متر. لما بدخلوا بقتلوا وبدمروا كل شيء. هي الجمل، حتى انت شفت انه الجمل ميت والخرفان وكل شيء بدمروا. المزرعة تبعتنا 30 دولو. جرف طردنا من 2001 حتى 2014 11 مرة. جرفوا أرضنا من غير سبب، إحنا مزارعين مسالمين.
فيش عندنا مسكن نسكن وفيش مية نشرب فيش عندنا مصاري عاد نعمل الأرض إحنا محظوظين المرة هذه ما ماتش حدا منا بس المرة هذيك ماتوا ناس كتير ومات جارنا.